السلام يا زميل، نتمنى انكم تكونوا مزيانين بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو ومرحبا بكم مع فيديو جديد. اليوم ان شاء الله كنت كنقرا، عندي بزاف القرايه، يعني بزاف 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 القرايه، وقلت علاش لا نجي نصور لكم فيديو هكا نشارك معكم النهار عندي كيفاش غادي يدوز، مع العلم ان دابا 1:41 وانا يلا فطرت حيت البروغرام ما بقاش شاد ليا مزيان، سورتو في الويكاند. قلت الويكاند عادي غنصبح ناعسه وغادي نفيق وقت ما فطرت وقت ما هادشي كامل، ولاني ما طلع ليا فقط طالع ليا الدم حيت بيتا كنحلم بواحد الحاجه خاصني نحفظها، وبيتا كنحلم بها، ولاني فقط الصباح لقيت راسي كنهترس بها. هكا كنهضر اسانك، هدايا هي كتعاود لنا الترابي هاد الاسانك، ولكن معليش، المهم ماشي مشكل. البارح من بعد ما خسروا المنتخب دخلت هكا الانستغرام، وفاش دخلت لقيت بزاف الناس اللي كيتشفاو، واغلبيه هذاك الناس اللي كيتشفاو فينا بحال يلا كيقول لك يلا باي باي، يلا سير جمع حوايجكم، يلا يلا توصلوا، فحال الهضره اللي مستفزه شيئا ما، ماشي شيئا ما، ولكن بزاف مستفزه. لقيتها معاد من كتجي كتلقى اغلبيتها جزائريين، مع العلم انهم هما كانوا في هذه المرحله كنا حنا كاملين غادي نشجعوهم حيت بلد عربي ومجاور لينا وهادشي كامل، زعما كنا كومون غادي نشجعوهم بنيه كانت غادي تكون غنفرحوا الا نجحوا، غادي نفرحوا الا تاهلوا حتى هما الناس النهائي او الربع او الثم ولا في الموصل، كنا غادي نفرحوا معاهم. ولكن من بين الاشياء اللي استفزتني بزاف هي واحد البنت كاتبه انا ما باغاش المغربي يدير، ويا وكتدعي باش انه يخسر سورتو في هذاك ديال فرنسا، ملي كان ديال فرنسا سورتو انه يا ربي انها تخسروا، وقالت لهم باللي انا كنشجع فرنسا، مضطره انني نشجعها حيت طاحت مع المغرب. علاش اختي مضطره؟ اشنو واقع مثلا؟ حنا شنو دايرين ليكم؟ الا جا عندنا شي واحد كان مرحبو به، ما عمر كان شخصيا انا بعدا ما عمرني كنت كنحس بان الجزائر هي بلد مستقله عن على علينا، كنا كنحس براسنا زعما راهم بحال الحوت اللي في الذاكره ديالنا حنايا، واللي في بزاف المغاربه هكاك كنشوفو الجزائر هم مجاور لينا، يعني هما اقرب لينا، عندنا نفس ماشي نفسها ولكن قريبه اللغه، قريبه بزاف الحاجات، حنا اون فان كونط حنا بلد عربي، يعني نقدروا نشجعوا الجزائر، تونس، موريتانيا، ليبيا، نشجعوا مصر، نشجعوا الاردن، كامل كنا نشجعوهم حيت بلد عربي. ولكن كتلقاي ان شتي الامارات وشجعتنا، قطر شجعتنا، الاردن شجعتنا، بزاف الناس، بزاف شكون تاني، لبنان شجعتنا، مصر شجعتنا، دي زانفلونسور اللي واعرين وشجعونا، ممثلين اجانب وشجعونا، ولكن جينا حتى الجزائر وما شجعتناش، وقالت لك لا انا مضطره انني نشجع المغرب، نشجع عفوا فرنسا اللي فاش طاحت مع المغرب، ويا ربي تديها الارجنتين زعما تدي كاس العالم، يعني هي شجعات فرنسا غير حيت طاحت معنا حنايا. علاش هاد الحقد؟ علاش هاد السم؟ علاش هادشي كامل؟ الله اعلم. ما توقفاتش غير عند هاد البنت، ولكن عند بزاف الناس. اون فوا فاش خسروا البارح كنا كندخل بحال هكا للانستغرام ولا الفيسبوك، كنلقى بزاف الناس كيقولوا للمغاربه يلا سير ساعتكم، او لا يلاه يلاه لايروبور كيتسناكم. علاش هاد الحقد؟ علاش هاد الحقد؟ علاش ما كتقدروش انكم تعيشوا في سلام؟ بصح ما عرفتش كيفاش كتكون الرياكسيون ديالهم فاش المغرب كيربح، علاش ما كانوش كيبارطاجيو ديك الساعات، كانوش كيقولوا مبروك عليهم، ولا ما عرفتش كيفاش كانت كتكون الرياكسيون ديالهم. ولكن نهار اللي خسر كلشي بان، عطو كتبارطاجيو كا يلا لايروبور كيتسناكم، يلا انت تعطيك الهضره الخاويه. وكيف قلت لكم حنا المغرب على الاقل وصل،
هاي، تلاقينا دابا في وقيته الغدا. شوف الدخان ديال الماكله، ما تفكروش انها راه شي حاجه واو، ولكن زوينه زوينه، ولاني ماشي صحيه بمره. يعني الناس اللي كيقلبوا على انهم ياكلوا ماكله صحيه ماشي ديالكم، حيت هي اندومي، ولكن اندومي بحله جديده غنوري لكم. واخا كتبان لكم معلكه زوينه، هي بنينه كتجي صراحه الله، دايره فيها اندومي، دايره فيها القرعه خضراء، دايره فيها خيزو، حكه فيها هادشي محكوك، وبطاطا، وحكيت بصله، وحكيت مطيشه جوج، ودرت صوص طوماط، وصافي، ودرت العطريه ديال 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 الاندومي صافي، ودرتها. واشوف شوف سمع سمع شتو، كتبان لكم داكشي معلك، ولكن كيجي زوينه. وانا كيعجبني ناكل ونتفرج او ميم طون، دونك بغيت نقلب على شي فيلم نتفرج فيه وانا تناكل، وما بان لي ما غادي ناكل حتى غادي تكون هي الماكله بردات. دير رمان وبطاطا، سمع سمع، هاد الرمان وبطاطا كديما كتعجبني. خصني نوقف هادشي الا بغيت نهضر، حيت يقدروا يضربوني بالكوبي رايت. داكشي علاش غادي نمشي ناكل ونتفرج، ومن بعد نتلاقاو، وديك الساعه نتلاقاو في القرايه، ديك الساعات اون برون لي شوز او سيريوز. 2 hours later. ايوا يا خوتي، خلينا هكبيله في القرايه في الغدا. قلت لكم غادي نتغدى وندوز نقرا ياك. تغديت، حسيت واحد شويه بالنعاس، قلت غادي نرتاح واحد شويه وغادي نفيق. نعست مع ديك 3 4 قلت ولات بحال هكاك، قلت يما أذن العصر غادي نوض صافي. بالنسبه ليا تهلك 4 و 3 دقائق كأذن، المهم قلت تماك غادي تكون قدني الوقت. انا كنا باغا نتكى باش نرتاح. ايوا صافي، أذن العصر حفصه، أذن المغرب حفصه، بقيت ناعسه حتى تفات المغرب باش يتولو الساعة، عاد فقط. وداكشي كامل في ديك الوقيته كنت شنو ناوية ندير، كنت غادي نكمل واحد اللعيبات عندي ديال القراية، ومن بعد غادي نوض نصبن حيت عندي شي حوايج، ومن بعد ما غادي نرجع ندير غنرجع نكمل القراية حيت عندي اكزامان، عندي غير اكزامان هاد السيمانة. تضرب ليا كلشي بالزيرو، دابا كنعاود من جديد وصافي. المهم ما صبنش في الماء، ولكن طلعت فقت، ما عارفاش سميتي، ما عارفاش شنو الهدف ديالي في هاد الحياة. فقت راسي دارني، والحرق الحرق بصح كان في راسي بزاف، دايخه ومعصبه بزاف. مساند الرسمي ديالي وقت القرايه، ماشي كيبان تماك صفر، والله الا هو راه اللون اتاي، ماشي هذاك اللون اللي كيبان لكم تماك، والله ما كيبان هكا، ماشي زعما هكا هو الحقيقي. غير دابا يمكن حيت الضو، حيت هنايا اللون الزرق، ولكن راه زوين. شو اصلا كشكوشه، هاي سخون وقت القرايه، هذاك هو اللي كنقرا قرابي. دابا جات عندي واحد البنت هي اس ان في اللغه العربيه، في لي فيس او هنيت، غادي نسولها كيفاش جات لي فيس او، وشنو هما الصعوبات اللي لحد الان لاقياهم، وكيفاش شنو هي النظره ديالها اللي كانت على الاف اس او، واش تبقات هي نفسها ولا تبدلات ليها. لك الكلمه. بالنسبه للاف اس او، انا كنت واخده على النهار الاول واحد النظره اللي مزوينه صراحه، وما كانش خباري بلي كاينه شي مدرسه سميتها الاف اس او. كان على بالي كاين لا ناس ولا زاف، الاف اس او ما كانش خباري، حتى جيت ملي بغيت نتسجل في السيت حتى كطلع ليا في الرباط كاين عندي زوج خيارات، ولكن ما كاينش لا ناس ولا زاف، طالع ليا لا ناس ولا فاس او. كنقول شنو هي انا هاد لا فاس او، مشيت تقلبت عليها واكتشفت راه كليه علوم صربيه كاينه وحده في المغرب كامل. صافي ملي جيت كنسول عليها الاغلبيه كيقول راه ما تتحطوش فيها النقاط، فيها السيستم ديال القرايه صعيب، الاساتذه صعاب، ماشي شي حاجه. المهم داكشي اللي كنت تتكال عليها مع الناس كاملين. ودابا معنا الثانيه اللي هي كتقرا اللغه العربيه وكتقرا مع ليلى، هما جوجهم ليلاوات، بجوج كنسميتهم ليلى ليلى ليلى. حتى هي غنسول نفس السؤال وغادي نشوف ردة الفعل ديالها. فليلى، كيفاش كانت الفكره ديالك
على لي فيس او قبل ما تدخلي ليها، وكيفاش جاتك من بعد ما دخلتي ليها، وشنو هما الصعوبات اللي واجهتي لحد الان؟ الصراحه انا في الاول ما كنتش نعرف في فيس او، يعني اصلا ما كانش مدرسه معروفه بزاف، كنعرفو غير البنات بوحديتها. او صافي فاش دار فاش خلطوهم في السيت تماك فين عرفتها. وهي بالنسبه لي صراحه كانت تبان صعيبه بزاف، حكم كاينه وحده في المغرب ولكن حسيت فيها. المهم كانت كتبغي صعيبه بزاف، ما فاش دخلت ليها عجبتني بزاف وجاتني زوين ها زوينه. ومن الصغر ديالي وانا تنقول بغيت نكون بروف، يعني تنقرا شي حاجه اللي تنبغيها اللي عاجبك. بصح ولحد الان شنو هما الصعوبات اللي واجهتيهم اون طونك ستوديونت اللي كتقرا العربيه؟ الصراحه الصعوبات اللي واجهتهم هما ما تلقاش لي كور زعما بالزربه ولا شي حاجه بحال هكا، وكاينين لي بروف اللي ما كيوريوناش المراجع وشحال من حاجه، يعني تلقاي يعني خصك تسولي شي حد ديجا سابقك ولا شي لعبه، وعاوتاني باش تسولي شي حد خاصك تعرفي ناس جداد. او يا الصراحه صعيبه زعما تعرفي ناس جداد في هذيك الفئه. المهم هاد كوكونو شويه غابرين، ولكن هذا هو الكونسيبت، خاصك ضروري تعرفي على ناس اخرين، تاخذي منهم دي زيدي على شي حاجه اللي هما عارفينهم انت مازال ما عارفاهاش. فهمتي مزيان. كيفاش كتاخدي لي نوت، اولا شنو نصيحتك اللي تقولي لهذوك الناس اللي حتى هما اس ان بحالك بحالهم، ولكن تقولي لهم ها نتوما الا بغيتو مثلا دير واحد الحاجه، ها كتشوفي راسك انت متميزه في واحد الحاجه مثلا، كتاخدي لي نوت بطريقه مزيانه، شنو اولا كيفاش كتنظمي كتب زعما الكتابه ديالك الكور، كيفاش كتنظمي مثلا النصيحه تقدري تعطيهم للناس؟ الصراحه النصيحه الوحيده اللي نقولهم هي ما تخليوش لي كور يتراكموا عليكم بزاف، يعني كاع الا خليتو خليو غير جوج غير جوج زعما حتى ما يمكنش ما تخليوهمش الماكسيموم جوج. وكيفاش ياخذوا لنا يعني بقاو يتسنطوا الاستاذ مزيان اش يقول داك الاستاذ، ويكتبوا داكشي اللي كيقول البروف، واخا يكتبوا غير عوارض، وفي التالي فاش يجيو للدار يقادو كور هما خاص بهم ويعاودوا يبحثوا باش يعززوا المعلومات ديالهم وصافي. وكيفاش ينظموا الكور في الدفتر، شريو دفتر هي ليلى ابار الدفتر ديال هاد الكور، واخده واحد اخر اللي كتنظم فيه هي شغلها ديالها، كيبقى لو كور بروبر ليها، كتنظمو بطريقه زوينه، كدير الوينات، كدير داكشي زعما بوني دي عجبتني بزاف. حتى انا كنت كنديرها، ولكن دابا ما دابا عندها اس 5 اس 5 ما فيهاش الالوان، اس 5 بيض وكحل هاك حل، ما كاينش ابيض لا بيض وكحل ما يمكنش تكون كحل. ولكن زعما كل حاجه كل عام فيه حلاوته صراحه، هاد الاس 5 لقينا فيها الحلاوه، ولكن الحلاوه بصح. صافي كيبان ليا نسالي الفيديو هنايا، ديجا شاركت معكم يومين من حياتي كطالبة بعيد على الدار، كيفاش كندوزها حقيقية، ما كنبغيش انني غطيت شي حاجات ديزيفيرمون اللي كانوا زوينين، ولكن باش ما مطولوش، ولكن غنعاود نشارككم معكم من بعد، فهمتي غنحاول انني نبقى نصور لكم بزاف سورتو هاد البيريود ديال ليزيكزام، كيفاش فريمون كندوزها بالماكلة ديالها، كيفاش كندوز الماكلة ديالها، كيفاش هذاك ماشي الماكلة هذاك التخابيق اللي كناكل، حيت ما وقت الامتحانات كنسى شي حاجة زعما صحية، كنسى شي حاجة كتاكل اندومي، كتعيش باندومي لا ماشي كنعيش باندومي، ولكن شحال هذا كنت كندير طويجنات، كندير الخضره، كندير دابا كندير الخضره، ولكن كندخل مع اندومي زعما راه المذاق زوين، ولكن المهم اني وياتي ما كيهمش. غادي نبقى مره مره نصور لكم، وان شاء الله خير، الله يسهل عليكم ويسهلنا جميعا. ما تنساونيش اللي كنتو مازال لحد الان، ما تنساوش دعواتكم حيت كندوزو مرحله فريمون صعيبه، مرحلة ديال زكزام هي أصعب مرحلة بتعيشها في حياتك كاملة. نتلاقاو مع فيديو جديد، كانت معكم حفصة الإدريسي من قناة حفصة إف إن، مع فيديو جديد إن شاء الله، نخليكم على خير، والسلام عليكم.